هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ان العدو الاصيل لدعوات الانبياء ودي سنة. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا لاستثناء الحصر ده سنة ثابتة، إن العدو الأصيل هم المترفون، رجال الاقتصاد اللي لهم مراكز ويخافون من أي تغيير يحدث، أي تجديد، أي ثورة، أي دين، أي حاجة بتحدث هم خايفين على مصالحهم الاقتصادية يرفضونها، خايف على مصالحه، هي مصالحه مترتبة كده، هو الوقت مظبط كده، له معارف، له اتصالات، بيخلص مصالحه، له حاجته، أي تغيير هيحصل لما يجي يقول له في دين جديد بيساوي بين الناس في الحقوق وفي زكاة وفي كذا وكذا يرفض، يخاف على مصالحه الاقتصادية. فالعدو الأصيل دائما وأبدا لأي تغيير هم رجال الاقتصاد، وهم دائما اللي بيصرفوا على إبطال أي تجديد، دايما رجال الاقتصاد هما اللي معاهم فلوس، هما اللي بيصرفوا سواء إعلاميا أو على الأرض لمنع أي تغيير ده حدث، لأن خايفين على مراكزهم. هو زي ما كان كتير من أشراف قريش يبعت ناس يديهم فلوس، يقفوا كل واحد يقف على مدخل مكة، قيل 12 مدخل من مداخل مكة، كل واحد يوقفه يديله فلوس عشان يقف، واي حد يجي يدخل مكه يقول له انت رايح فين، ويقول كلام يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ده ساحر او ده شاعر او ده مجنون. كانوا يدفعوا فلوس يشتروا الجواري ويعلموهم شعر هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وازل رفعنا لك ذكرك، بيعلموهم الجاريه اغاني سب للنبي صلى الله عليه وسلم، يروحوا سوق الجواري، تتباع الجارية ديت، الجواري دي تتباع في كل جزيرة العرب، فأي تجمع تقعد تغني لهم وترقص لهم تذكر هذه الأغنية وهذا الشعر اللي فيه سب النبي صلى الله عليه وسلم. مجهود بيبذل إعلامي، يعني ما كانش فيه طبعا فضائيات، لنشر الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والصد عن الدعوة، ده كله عايز صرف. مين اللي هيشتري الجواري؟ مين اللي هيصرف؟ مين اللي هيدي للناس فلوس تقف؟ مين اللي هيصرف على ابو جهل لما قال له انا ما عنديش، واحد قال له ما عنديش فلوس اطلع بدر، قال له اطلع وانا هصرف، عيالك عيالي انا اللي هصرف، وغيره فلوس تصرف، ينفقونها ثم تكون عليهم حسره، في فلوس بتنفق للصد عن سبيل الله، ملايين ممليانه تنفق للصد عن سبيل الله.